هذا الجهاز هو نفس هذا الجهاز، هذا الأوفوميتر، لكن هذا مجرد هو بس فقط كفر، يعني عاطل الجهاز كان تالف مسبقا، وخليت لهاي الإضافات، خليت له منفذ مال شحن سويتش، وخليت لهذا القابس، وخليت له بطاريات. أيضا نقدر نشحنه بشاحن 12 فولت شاحنة عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الفكرة بسيطة إن شاء الله تعجبكم، سويتها لكثرة احتياجنا لقياس الأمبير والفولت بنفس الوقت. الجهاز هو مجرد كفر مع الأوفوميتر، وضفت لهاي الشاشة. هاي الشاشة أنا شرحت عليها في فيديو سابق، راح أخلي لكم بصندوق الوصف هنا أو على الشاشة تشوفونه فوق طريقة تشغيل هاي الشاشة. الفكرة من هاي الشاشة أنه إحنا هواي نحتاج نقيس المصابيح اللي عندنا، نقيس المحركات اللي موجودة، نقيس أي مصدر، نقيس بطارية إذا نريد نشحن بطارية مثل هاي البطارية شو قد قاعد تستهلك أمبير، والشاحن اللي عندي يشحنها لو ما يشحنها لو راح يحترق، يعني هذا الشارجر الأدابتر. فمن نقيس الأمبير مال تعرف أن هذا راح يتحمل لو ما راح يتحمل الشحن أو راح يتلف. أيضا بنفس الوقت أقدر أفحص بطاريات اللابتوب اللي أشحنها ويكون بها بي ام اس، مثل هذا النوع من البطاريات اقيس الامبير اللي جاي تستهلكها شقد بهذا الجهاز. ان شاء الله راح تستفادون من هذا الفيديو. نبدي بطريقه الشرح مالته شلون ركبته وشلون سويته. قبل لا اشرح الجهاز وافتحه واوريكم المكونات اللي بداخله شلون ربطناه، الغايه منه قياس الامبير. المسمار هذا المكان وهذا المكان هو يدخل لي اللي هنا يصير الدخول السالب وهنا خروج السالب حتى يقيس لنا امبير اللي راح يخرج من الادابتر من الشاحن، يعني يقيس لنا ايش قد الامبيرين من هذا المكان. ذن السلكين اللي يدخلن هنا هن اللي يقيسن الامبير بهذا المكان. الواجهه مالته ايضا هذا السويتش هو اللي يشغل ويطفي. هذا المكان هو القابس اللي ينشحن من عنده، يعني الشحن يكون بهذا الادابتر اللي تشوفونه هنا 12 فولت يشحن حتى لو ربع امبير، نص امبير هو كافي ان يشحن. وضفت له هنا ليد اذا اجى الشحن، اذا صار بشحن راح يشتغل هذا الليد اللي هنا موجود بالواجهه. وهاي الشاشه ايضا قلت لكم شرحناها، هاي المقابس اللي موجوده هنا هي موجوده بالتلفزيونات، موجوده تكون بخلف التلفزيون نوع القديم، التلفزيونات القديمه اللي تكون الشاشه مالته غازيه. هاي بهذا المكان. ونبدي هسه نفحص نشوف طريقة الفحص مال هاي الشاشة شلون نفحص بها. اركب هنا اما مسبار عندي هذا مال الاوفوميتر او سلك بالقراصات الكهربائية يتركب هذا المكان هنا. واحد يكون على اليمين دخول الكهرباء السالب، وعلى اليسار خروج الكهرباء السالب بهذا المكان. صارت عندي هاي القراصات. لنفرض ان انا اريد اقيس الحمل مال هذا الماطور المحرك ايش قد قاعد يستهلك امبير، اول شيء يكون عندي مصدر الكهرباء اللي اقيس به اللي راح اشغل به بهذا الشكل. هسه شغل الماطور جاي يفتر، لكن اريد اقيس الامبيريه مالته ايش قد جاي يستهلك. اللي اسويه ارفع جهه السالب اركبها على السالب مال الشاشه هاي واركبه هنا بهذا المكان. قاس عندي صار فيها هي نص امبير صرفيه المحرك. اريد اقيس محرك ثاني، هذا محرك ايضا ثاني، اقيس الامبيريه مالته الصرفيه مالته ثلث امبير 30% من الامبير الصرفيه مالته. اريد اقيس هذا المصباح اللي هو 12 فولت و20 واط، اريد اصرف جد ايش قد يستهلك كهرباء عندي على الدي سي. طبعا هو لقياس الدي سي فقط هذا الجهاز، ايضا اركبه على الاطراف. الصرفيه هي امبير ونص 1.664% من الامبير 1.5 امبير. وايضا بنفس الوقت اذا اريد اعرف الفولتيه هنا ايش قد موجوده الفولتيه، هاي الجهه هي لقياس الفولت هنا بهذا الشكل، يعني بس مجرد اخلي الموجب على هاي الجهه اعرف ان الامبير الفولت ايش قد اللي موجود عندي. هاي الفولتيه
12 ونص فولت المصدر اللي عندي. يعني حتى اقيس الفولتية والامبيرية بنفس الوقت اركب السالب والموجب اركبه، قاس عندي الامبير واوصل الموجب على قياس الامبير الفولتية. نزلت الفولتية الى 9.5 والامبيرية هي 1.5 امبير بسبب الحبل. اذا اريد افحص الامبيرية اللي جاي استهلكها بشحن هذا بهاي البطارية، المصدر عندي هذا 13 فولت، الموجب يروح مباشرة للبطارية والسالب يروح الجهاز اللي سويناه للشاشة، ونخليه بهذا المكان. راح يقرا عندنا 15% الصرفية مالت الامبير اللي جاي تستهلك البطارية، يعني مكتمل الشحن، مكتمل الشحن مالي. واذا اريد اقيس الفولتية اللي جاي اشحن بها ايضا نفس الطريقة، اركب الموجب هنا واخليه ويا الموجب الرئيسي، راح يقرا لي 12.5 فولت المصدر. هاي الشاشة نطفيها من هنا، نفس الأوفوميتر العادي، هذا نفس الدواخل اللي موجودة به، يعني مو فد شيء صعب، جدا بسيط. هاي الدواخل اللي موجودة داخل الشاشة، هنا ركبتها وهنا بطارية، بطاريتين مال تليفون نوكيا هاي صغير حتى يصير قابل للشحن، وأيضا الحجم ماله صغير. بطاريتين مربوطات على التوالي، يعني الناتج هو 8 فولت اللي ينطنيها 8 فولت تخريج مالتين البطاريتين مربوطات على التوالي، وشحنهن يكون ب 12 فولت. ال 12 فولت هاي مخلي انا هنا مقاومه، شحن طبيعي ينشحنن على الاطراف ال 12 فولت، مخلي مقاومه هنا 65 اوم حتى ما يكون الشحن وما يفصل الشحن سريع وما يفصل البي ام اس اللي بداخل واحد من البطاريات، لان اذا فصل واحد يوقف الثاني فيكون الشحن بطيء. تقريبا بالخمس او ست ساعات يلا نشحن ذني البطاريات اللي بداخله. ايضا خلي الدايود هنا، اذا تشوفون الدايود هذا للمصباح للليد حتى يشتغل فقط بال على الشاحن اللي راح اركبه هنا على القابس. القابس هذا موجود، موجود بهواي اجهزه وايضا يباع. وهذا ايضا المقبس مال الايدي ومال السماعات اللي موجود بهواي اجهزه، ركبت عليه الدخول يكون بهذا المكان، دخول امبيريه مقابله بهذا الجهه هنا ركبته هنا، وهذا الخروج ركبته على الشاشه من فوق هنا وايضا لحمته ووصلته. الثلاثه هنا طبعا هاي الشاشه انا منطي شرحها، الثلاثه هنا موصلات، موصل الحار على السويتش حتى اقدر اشغله واطفي ويروح للبطاريه، والبارد اللي هو السالب هذا الموجب وهذا السالب، سالب مشترك يكون ويا الشحن ويا البطاريه بنفس الوقت. خليته بهذا المكان لفيته. الفكره بسيطه ان شاء الله ما بها اي صعوبه، بس هي مفيده جدا مفيده، واستعمالها ايضا مهم قياس امبيريه الدي سي. اما قياس الاي سي فيكون بالكلاب ميتر، اذا تقيس التيار الاي سي موجود كلاب ميتر بسيط وشغله سهل، لكن المشكله هي عندنا بقياس الدي سي. موجود، هي موجود بالافوميتر، اذا تريد نشوف هنا موجود هو بهذا المكان، لكن هذا جاهز وبشاشه نظاميه فولت ودي سي وتصميمه جدا شكله حلو مرتب. دقه الشاشه قارنتها ويا هواي اجهزه، الدقه مالتها مضبوطه، الجهد مضبوط، الامبير مضبوط اللي تقيسه. الجهاز طبعا هو مو فقط المبتدئين يستفادون من عنده، المحترفين ايضا يستفادون من عنده. يعني هسه انا خليت هذا الجهاز لكثره احتياجاتي لصناعته. فاتمنى ان شاء الله تكون استفادتوا من عنده، الفكره بسيطه، وحتى البطاريات اللي بداخلها بطاريات موبايل يعني ما بها اي تكلفه، مستخدمه مال نوكيا قديم. اي سؤال بالتعليقات، اي شيء نسيته هنا اكو نقص يا ريت تسالوني بالتعليقات وما ضفت يعني. شكرا لكل من اشترك في القناه، شيروا الفيديو حتى تستفاد الناس من عنده. اتمنى لكم موفقين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.